اسمي رامي رفاعي من الحاج عبد الله رفاعي. اساسا المحل ده في الاساس هو محل جزاره، والدي ابتدى فيه من سنه 68، وبعد كده احنا عملنا مشروع الحواوشي ده من حوالي كده نقول 10 15 سنه، والحمد لله ربنا كرمنا واتشهرنا في موضوع الحواوشي قوي قوي، بقت الناس بتجي لنا من كل حته. اللي بيميز حواوشي رفاعي حاجات كتير قوي، اولا نظافه الحاجه، ثم جوده العيش اللي احنا بننقيه، اسمه عيش باللحمه، فبننقي احسن انواع العيش طبعا، وبنفرم لحمه كويسه، ولينا تتبيله خاصه بنعملها. اي بتاع حواوشي بيحط الحواوشي في ورقه ويسويه، لينا طريقه تسويه معينه بحيث ان احنا بنطلع الرغيف مقرمش. ودخلنا كمان في الحواوشي اللي احنا ما بقاش عندنا الحواوشي لحمه بس، احنا عندنا حواوشي حاجه اسمها دبل جبنه، ده اللي احنا مشهورين بيه، واكتر ما بعتنا منه احنا بنعمله بالطريقه اللي احنا بنحط اللحمه زائد الطماطم زائد الفلفل زائد الزيتون زائد الجبنه الشيدر، وبنسيح كل ده فبيبقى على شكل بيتزا من جوه. ده اكتر حاجه مميزانا فيه. اللي ما بداش حواوشي الرفاعي يبقى ما بداش حواوشي. اتمنى من الناس اللي هي كلها تيجي وتجرب حواوشي الرفاعي، واللي هيجرب حواوشي الرفاعي عمره ما ينساه، هيجي مرات ومرات.